هذه أجواء المباراة وأجواء القمة، الأهداف منتظرة الحقيقة من الجانبين. الراجع للسالف إشعاع واحد بلاش، ترجع كرة ممتازة والهدف الأول يضيع مرة أخرى يوسف العربي. يوسف العربي المئوية إلى المباراة القادمة في استضافة العين. ترجع كرة واحدة في ممتازة، ينطلق السعودي خطيرة من الهجمة المرتدة، يمكن الوصول العربي الجحفلي، والعربي والجحفلي تمشي مع الكرة تخدم الكرة قدامه. ترجع الكرة قطرية عن طريق السلطان البريك. ادميسون قدام تجريك يعدي ادميسون 31 مروع الكرة والعرضية والجحفلي وليس مرة أخرى للهلال. الانطلاق عن طريق جوميكو البريك قاعد يبدع. ترجع الكرة مرة أخرى ناكاشيما يلعب الكرة الياباني الضغط الهلالي في خطا فاول للأولى في مباريات الأولى والحالية. وترجع الكرة اليابانية الانطلاق عن طريق ناكاشيما حط الكرة عن طريق سلطان في 1-0 التقدم للفريق السعودي. ترجع 11 مرة والأهلي 10 مرات في الآسيوية. في المقابل من الجانب القطري الركور عند السد 12 مرات. نرجع اللقاء نرجع للتعادل أو 2 الكرة السهلة لعبد الله معيوب. ترجع الكرة لعبد الفاني والسنهالي الصقر عبد الكريم حسن بينما الحين حقق العب 32 جولة في الدوري سجل معهم 16 هدف معدل هدف في 2 في الماتشين. والكرة تمشي اكثر استحواذ الان من تتهيأ في قدم وتلقى كرة خطيرة خطيرة ملعوبة ومرة اخرى بلياقة بدنية ولا اروع مباراة بريتم ولا احلى مباراة بامكانيات وتكتيك ولا افضل ذكريات ومستقبل الى حديث وحاضر وواقع في تعادل ممكن يمشي دميسون وجول اسمر القديم كاس الانديه البطله ومفاجاه كبيره وقتها خسر الفاينل من بيكتيرو او من لا عاد البيكتيرو اللي ربحوا العين لا العلم في الراس ليس في الكراس ولكن بعض الاوقات تحتاج الى كراريس ال 95 على فريق الطايل الطحين اللي عنده كوره وترجع مره اخرى مثل الضغط يمشي وركنيه جديده الطحين يكسر على الانيال اذاعيه هنا في بي ان سبور التلفزيونيه القناه الاولى الاستقلال والعين 0-0 في اخر عادل من ايران ثم من زبهان هو الان بعد فم الاسد يقتنص الوصلاوي بيور يتقدم فيه الهلال ولكن الطحين يبغي التعادل والكره تضرب في مارتن ضربه العزيز سعد طارق جوميز لفريق الهلال ويو ديربي ويو ملعب ويو جمهور ويو كوره مونديال ضد فريق ريال مدريد حاليا يعني هزيمه اولى والان خاسر في الماتش الثاني وما سجل ولا جول ديلان بيريرا الشوط الثاني ينطلق على هذه الكره والسهله للحارس كره ترجع سهله لعبد الله ماي تمشي كره ركنيه الفرصه متاحه للتعويض الكره في التعادل امكانيه المهدي ولكن مهبول بعشق الهلال قال لك ما يفرمش يمشي عدي ويوزع يمشي دميسون يوزع خطيره ومره اخرى بوذيب مره اخرى كريم يضيع كره عب الكره الراوي فما دفع فما دفع ممكن بسام بسام والكره ترجع في دار الدفاع يرجع عوده لم تقدر هنا كره من العربي قد يقتر يوسف يوسف العربي والكره ما زالت والفرصه متاحه ادمنسون الحل يعطي كره ناجي ناجي واحده شويه شويه واحده والكره يساريه عرضيه فيها جول فيها ممكن فيها امكانيه يمشي بالكره وطويله ضايعه ضايع انت يا الراوي بس خوف شعدي شعدي وشوت شعدي وشوت الهرب وشوت ولكن ما فات والشوط الثاني ذوات العين كررها الليله والكره تمشي يابانيه يابانيه في دار الدفاع العربي ولكن معيوف معيوف يقول له الياباني شويا شويا عدي بالمرتاح وكره طوليه ممتازه ولكن زحف الامتياز العلامه الكامله ياسر بطيء ياسر العربي اختلطها يا عربي اختلطها يا عربي يا ولد العربي ترجع الكره مره اخرى محاوله خطيره على عديد البطولات القاريه بالانديه ترجع الكره خطيره الحارس معيوف ادواردو هي 2-0 للضمان ام للتعديل يمشي دميسون خطيره وكره صعبه والكره ضاعت الكره تمشي سريع على اطراف التوزيعه يوسف العربي الكره الثانيه ياخذها شويه خطيره والتعادل التعادل الطحين قلت لك في هدف قاتل قلت لك في هدف قاتل وقلت لك الفريقين تمشي يسجلوا هدف التعادل الغنام يحتج على الحكم الرابع ماذا هناك وبماذا طلب وبماذا يطالب الزعيم
التعادل عن طريق شويا. شويا ناكاجيما أكثر لاعب شاد في بطولة آسيا ما غير ما يسجل. سيف التحويل وجهه والكرة بصدره دخلت ما دخلتش، الحكم المساعد يؤكدها. شوفي كرة، الكرة ترجع ضربة راس من المونتاري، كرة دخل جدا فرصة وجوميز جوميز جوميز عالمي يا جوميز عالمي يا جوميز عالمي يا جوميز يا مخوف الصغار والكبار يا جوميز. الهدف الثالث الهدف